الجمهور ديال الاشواق وتجاوبوا على كاع الاسئله وما تقولوا لا 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 مشينا. واش نقول لك، كنت جالس مع البوبليك، مع ليا ما فيا، كنت فرجت انا في العروض اللي كيتقدموا في المهرجان ديال مونداغير. واحد شويه كنسمعهم كيعيطوا بسميتي من لاسين، دخلت كنلقاهم كيحتفلوا بالعيد ميلاد ديالي. هذه مفاجاه اللي كانوا دايرينها المنظمين ديال الفيستيفال اللي كنشكرهم عليها، وعلى راسهم مهدي والراضي خويا وحبيبي، شكرا بزاف على هذه المفاجاه. كانت صدمه بالنسبه ليا، وكانت فرحه وفهمتي ديك اللحظه ديال سميجك كيعيطوا لك. او كانت مفاجاه زوينه، وشكرا بزاف للجمهور السعيديه، وشكرا للجماهير اللي جاوا حضروا الفيستيفال واللي احتفلوا معايا بعيد ميلاد. اولا نص ماشي ديالي، نص ديال الزميله كنزه سليماني، هي اللي كتسهر عليه كونسيبت، ماشي زعما ديالي انا، لانه كان في ويل اوف بوز قبل ما نلتحق انا بالفريق ديال ويل اوف بوز. حتى لا اهلا لا، راه احنا ما كنقولوش هذا كونسيبت ديال فلان ولا ديال فلان، كونسيبت كيتخدم فريق كامل هو اللي كيخدم الكونسيبت. يعني راه كاين اللي كيمونتي، كاين اللي كي يقدر يعاونك في انه يكونتاكتي لي زانفيتي، كاين الناس اللي مكلفين بالبوبليكاسيون، الناس اللي مكلفين بالبرومو ديال كل حلقه حتى كتوصل للناس. دونك كاين واحد ليكيب كامله اللي كدير، كل واحد كيدير لاطاج ديالو باش هذا البرنامج كينجح. دونك ما يمكنش لك تقول لي راه البرنامج ديالك، زعما هذا البرنامج ديال الفريق كامل. واللي كنبغي نقول للمتتبعين، تسناو لا سيزون 2 ان شاء الله. الموسم الثاني غيكونوا فيه غيكون بشكل اخر وبمضمون اخر، وان شاء الله غادي يعجبكم اكثر من الجزء الاول.